واحد الحديقة عمومية اللي كيتم فيها جميع العناصر اللي كتكون من الجامعة. كيكون هناك بعض يعني عروض مسرحية وكذلك كي تولي كل الناس يعني في هذه اللحظة وبالأطفال ديالهم أنهم باش يفوجوا على راسهم شوية. الصراحة كاين أجواء رائعة والصراحة بنايات كذلك جد رائعة الصراحة. هناك روعة 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 وجمال. Good, very good, that's, I like it. يعني وصلنا احنا في واحد الوقت اللي كان انتهى فيه العرض وان الكل غادي يرحل وغادي يغادر. كما كتشوفوا حاليا بحال اللي كنقولوا اننا متواجدين في واحد المنطقة شعبية، ماشي منطقة شعبية بالذات وانما يعني ان الناس يعني متجمعين بواحد الجو عائلي وهناك العاب. يعني رائع الصراحة بكل صراحة جو رائع. صح عبد الصمد الكلام اللي تنقول ولا لا؟ صحيح 100%.